ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اتغني احنا مشاكلين في شنو؟ ما مشاكلين مع ناس الخنجر في الواطف الطين سرقوا مننا طين، ولا في شيكات، ولا في حلاوة مولد. نحن مشاكلين مع النازل في إنه الله واحد، ده قال الله كتار، نحن قلنا واحد، ده الموضوع، دي المشكلة هنا العوة في الحتة دي. نحن قلنا الله واحد بينزل المطر براو، الخنجر قال هنا امبارح قال أنا بملك 70 دليل على إنه غير الله ممكن ينزل المطر. يعني راكب راس ولا ما راكب راس؟ راكب راس. زول بيقول لك انا مثبت ماسك الكون وبنزل المطر، ما قادر توقف شباب، ما قادر تعمل حاجه، لانه كل الاشياء يا اخواننا شنو؟ بيد الله عز وجل. كويس معاك؟ وده يا اخواننا بيحملوا عقائد شركيه خطيره للغايه. زول زي ده باقي لنا دكتور وقال استاذ التفسير، قال تفسير القران بكليه الطب، قال جامعه ام درمان الاسلاميه. جامعة أم درمان الإسلامية ألف سلام وتحية. إذا كان الخنجر ده أستاذ التفسير، ده تفسير؟ زول ما عارف إنه الله واحد، دي ما عارفه، ومصر جاوا امبارح هنا في الدنب وقال هاي، وقال عندي أكثر 70 دليل. أيوه قال 70 دليل، هو ده مسجل عندي بالفيديو، 70 دليل على إنه غير الله بينزل المطر. زول بيقول لك أنا متحكم في الكون، ماسك الكون ومدبر الكون، ما قادر يوقف له شباب، ما قادر يوقفه. كويس معك؟ زول ماسك الكون والله جد، قال حسن بكم في الكون شنو؟ متحكم. كذاب. انت ترى متحكم في الكون بتفتح بلاغات؟ تفتح بلاغات في اخواننا؟ لازم تتكلم بالقران وبالسنه، لازم تتكلم بخشوم بس. كويس معاك؟ ما عندهم حاجه الا الكلام باللسان فقط. ايات واحاديث، ايات من كتاب الله عز وجل، واحاديث من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب انه الود الجايبه ده، الود الاحمراني الجايبه ده، ومنطط بالعمة وفرحان وينطط وداري شاكل وداري ضارب، عرفت كلامي؟ وجايبه والله الله يسألك، الله بيسألك من الكلام ده. احنا ما بنتضرر، انت بتغيص منه يعني؟ نحن جايين ندافع عن دين الله وبنركب نرجع، الصمام متضررين بحاجة طالما عملنا اللي علينا، انكرنا المنكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن الليلة في قرية الدنب على قرى النيل الأبيض، ولها الجزاهم الله خير في قرية الدنب، استقبلونا استقبال طيب. وأنا ما أقدر أتكلم كثير لأنه المغرب قرب وماشيين المسجد، لكن كلمتين. الأولى، أنا السبب اللي جابني يا جماعة إنه الجماعة الجابوا الخنجر صلاح الدين البدوي الخنجر الصوفي المعروف عند أهل التصوف، أجابوا البلد دي شباب، أجابوه صوفية أنا بعلمهم، هم طلبوا مناظرة وقالوا مستعدين لمناظرتنا، والمناظرة تكون بيننا وبين الخنجر الصوفي حقهم. فأنا ركبت على هذا الأساس من الخرطوم وجينا الآن نحن في قرية الدنب هنا، والرجل ده ألقى محاضرته وهرب فات، مع أنه هم شبابه وجماعته قالوا أنه الخنجر طالب معي مناظرة، وبالحرف قالوا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجينا هنا ما لقينا اي حاجه، القبه ما فيها فكي، الخنجر قام طفش ساق معه جماعته وتخارج. والغريب انه ده الزول ذاته اللي بيعتقد انه شيوخ الصوفيه شيوخه اللي بينزل المطر. طيب انت المطر السلفي جاك ده ما قدرت تحوشه ليه؟ ده ما سؤال، مطر شنو التنزل يا خنجر؟ وده البحر قدامنا هسه كده، نقص لنا من البحر ده برميل واحد نقص، وده بحر حق الله. البحر ده جابوا ربنا سبحانه وتعالى، ما جابوا شيخ الطريق لا خنجر ولا بنجر ولا غيره، ده حق ربنا سبحانه وتعالى.
وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب المطر، لأن ربنا عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وربنا ختم الآيات قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فربنا ما عنده ند لا في خلق السماء والأرض، ولا عنده شريك ولا نديد أبدا أبدا أبدا، ولا عنده ند في نزول الأمطار، ولا أحد يستطيع يشارك الله عز وجل في ملكه سبحانه وتعالى. وده من الإيمان بالربوبية. الكانوا بيؤمنوا به المشركين الأوائل، ناس أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط، كانوا عارفين تب إنه الرب الله، والبنزل المطر الله، والبدي جنى الله، والبحي والبميت الله سبحانه وتعالى. الربوبية دي كانوا عارفينها تب المشركين الكفار الأوائل، لكن الخنجر الدكتور بجامعة أم درمان الإسلامية قال ماسك اسم التفسير، تفسير ياتو، تفسير الأحلام، تفسير شنو هذا رفهم ياتو تفسير. إذا كان تفسير القرآن يعنون وتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده كلام ربنا، ربنا اللي بينزل المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الآية دي ما قابلت الدكتور الخنجر في المصحف، دي ما قابلته أبدا. الله قال اللي بينزل المطر ربنا عز وجل وحده لا شريك له. وذات والله ده أمر غريب، نحن جايين نغنع مش أهل المنطقة، أهل المنطقة إن شاء الله فيهم خير، لكن الصوفية الجهلة المرضانين جماعة الخنجر دي اللي بيقولوا يا خنجر شنو الككر من شنو عند الوكر، الناس اللي خلوا الله وبينادوا غير الله، وخنجر الككر ده جد ناس الخنجر الكبير مات مات، فكيف ينفعك أو يضرك؟ وربنا عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام سيد البشر، ربنا قال لك: قل لا أملك لنفسي نفعا، لنفسي ده الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ما أقول لك لا ده صالحين، الرسول عليه الصلاة والسلام في أصلح منه؟ في أصلح منه؟ لا يوجد، لأنه في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد، إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، وإني أصوم وأفطر وأنوم وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي عليه الصلاة والسلام رغم ده كله ربنا قال له: قل يا رسول الله، يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. القرآن ده واضح، لكن الصوفية داري يلبسوا على الناس، داري يخلوك ما تعبد الله، تعبد جد ناس الخنجر وتعبد حبوبتهم وتعبد الخنجر، زي ما حامد بابكر جاء وده شيخ الخنجر ذاته، شيخ صلاح الدين الخنجر أدرس الشرك والكفر، هو حامد بابكر التكائل منه ها هو، والبيبار الجداد بودي وين؟ بودي زبالة، وده ودى الشرك عديل راسه عديل، ده شيخه حامد بابكر يوم قالوا عامل محاضرة قال لهم: يجوز التبرك بالأولية، وتيف قام مد يده قال لهم: هسه اتبركوا يا أخي، لو فرضنا جدلا إنه الأولية بيجوز يتبرك بهم، أنت ولي؟ أنت ولي يا حامد بابكر؟ أنت عارف نفسك ما ولي، أنت بالذات أنت عارف عمالك السودة وعمالك الشينة، ما بداعي للكلام والكثير والحاجات والحفير، يكفينا الشركة اللي أنت قاعد تنشره للناس ده، لو مد يده ولو ما هقوم يتبركوا، يا جماعة لو بيجوز التبرك أنا أتبرك يا حامد؟ أنا داير يجيني حصوة ولا شنو؟ ده كلام باطل حامد بتاع شنو؟ وبعدين ذاته ربنا قال: فلا تزكوا أنفسكم أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ربنا قال كده،
ما ممكن يا جماعة أقول للناس أنا ولي هاكم يتبركوا، ولا يجوز التبرك لا بولي إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبتت فيه البركة وأقراهم لما يتبركوا به بعرقه والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة، لكن ما ثبت أبدا إنه الصحابة تبركوا بأبو بكر الصديق أفضل الأولياء بعد الأنبياء، ما ثبت. ولا ثبت الصحابة تبركوا بعمر بن الخطاب، عمر الفاروق الذي تفر منه شياطين الإنس والجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بإسناد صحة والألباني عليه رحمة الله، ما ثبت. ولا ثبت اتبركوا بعثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين اللي تزوج بنتين للنبي عليه الصلاة والسلام، وما في أحد جمع بين بنتي نبي إلا عثمان بن عفان، وبعد ده ما في زول يتبرك به. نجي نتبرك بحمد بابكر والخنجر وحبوبة من الصوفية، يا ناس ده كلام باطل باطل. ومن أعجب العجيب إنه جايين نغني على الصوفية والخنجر وجماعته تحديدا، إنه الله إله براو، بينزل المطر براو. انت كان احنا مشاكلين في شنو؟ ما مشاكلين مع ناس الخنجر في الواطة في الطين، سرقوا مننا طين، ولا في شيكات، ولا في حلاوة مولد. نحن مشاكلين مع النازل في انه الله واحد، ده قال الله كتار، نحن قلنا واحد، ده الموضوع، دي المشكلة هنا، العوة في الحتة دي. نحن قلنا الله واحد بينزل المطر براو، الخنجر قال هنا امبارح قال انا بملك 70 دليل على انه غير الله ممكن ينزل المطر. يعني راكب راس ولا ما راكب راس؟ راكب راس، لانه الكلمات اللي قالها هناك في المولد في الخرطوم ومسكوها عليه كل الدنيا الا الصوفيه، لانهم مرضانين وبيقولوا كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، ولا تعترض على الشيخ فتنطرد في كربك انده بتغيسك جنده، كن ثابت عنده، إلى غيرها من أنواع الاستعباد للعباد لغير الله سبحانه وتعالى إلا الصوفية. كل الدنيا ده أنكرت عليه، والله ناس برا ما سودانيين ذات شافوا المقطع ده عرفوا إنه التصوف ده دين يدعو إلى الشرك بالله. عجبك ولا ما عجبك؟ زول قال غير الله بينزل المطر، أنت رأيك شنو؟ وقال لو ما عجبك الكلام ده مش افتح بلاغ، وقال نحن بنمشي للشيوخ بندفع البياض وشيوخنا بدون المطر على حسب الطلب، وقال في اثنين عندهم مزرعتين بيناتهم تجند ولا ما بعرفوا شنو، قال ده بينزل له مطر داك ما بينزل له مطر، لانه الاول نزل له مطر مشى للشيوخ ودفع البياض يعني القروش. طيب يا جماعه بالعقل، الايات ذكرناها من القران الكريم لو بيصدقوها الصوفيه دي خلاص بالعقل كده، لو في شيخ من شيوخ الخنجر الصوفي ده داعية الشرك والإلحاد ده، لو في شيخ بينزل المطر كيف يحتاج للقروش؟ يقول تمشوا تدفعوا له قروش؟ هو دول محتاج له 50 جنيه، 50 جنيه سوداني ينزل لك مطر تسقي بلد كاملة بليارات، انت بليد ولا شنو يا صوفي؟ ده كيف الكلام ده نقدر نفهمه؟ يقول لي الخنجر قال كده، قال بتمشي للشيوخ تدفع القروش اللي بيسموها البياض، قال لو دفعت بنزل لك المطر على حسب الطلب. فإذا كان يا جماعة يا عقلاء الشيخ محتاج له قروش 50 جنيه، كيف يقدر ينزل المطر؟ شيخ يملك السماء محتاج له 50 جنيه؟ ما لكم كيف تحكمون يا ناس؟ لكن ده الدكتور، ده الدكتور. وهذه إحدى علامات الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن زي ده، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. هسه يقول لك انتوا قاعد تنبذوا، ها؟ أول حاجة ده وصف من النبي عليه الصلاة والسلام، وصف صحيح، نحن بنقول كده في حق النبي عليه الصلاة والسلام لمن يستحقه. فالشريعة زي ما فيها لين فقولا له قولا لينا، فيها شنو يا جماعة؟ فيها شدة. قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، زول زي ده
بقي لنا دكتور وقال أستاذ التفسير، قال تفسير القرآن بكلية الطب، قال جامعة أم درمان الإسلامية. جامعة أم درمان الإسلامية ألف سلام وتحية. إذا كان الخنجر ده أستاذ التفسير، ده تفسير؟ زول ما عارف إنه الله واحد، دي ما عارفه، ومصر جاءوا مبارح هنا في الدنب وقال هاي، وقال عندي أكثر 70 دليل. أيوة قال 70 دليل، هو ده مسجل عندي بالفيديو، 70 دليل على إنه غير الله بينزل المطر. بالله ده ما إجرام وده ما شرك أغلظ من شرك أبي جهل وأبي لاب والمشركين الأوائل. والغريب إنه الواد ده جايبه، ده الواد الأحمراني جايبه ده ومنطط بالعمة وفرحان وينطط وداري شاكل وداري ضارب، عرفت كلامي؟ وجايبه والله الله يسألك، الله بيسألك من الكلام ده. إحنا ما بنتضرر، أنت بتغيص منه يعني؟ نحن جايين ندافع عن دين الله وبنركب نرجع، الصمام متضررين بحاجة. طالما عملنا علينا أنكرنا المنكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وده الشغالين الآن، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنحن أنكرنا، تاني في حاجة أنكرنا، بعد تغيظنا نحن، تقول عندنا شيوخ بنزل المطر، ربنا بيسألك أنت وبيحاسبك أنت يا خنجر. وشوفوا على المعاو من الصوفية جابوا، والله الله يسألكم إذا ما تبت من الكلام ده، واعلموا إنكم بالكلام ده ما بتحاربونا نحن. يا ريت لو قعد تحاربونا نحن بس، أنتوا قاعدين تحاربوا في رب العالمين. هل يستطيع إنسان يستطيع إنسان إنه يحارب رب العالمين؟ ما يستطيع إنسان يغلب رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا قال وهو القاهر فوق عباده، ربنا بيقهرهم إذا ما تابوا. ونحن ندعوهم من هنا الخنجر والصوفية المعاو وكلهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك اللي بينشروا للناس، ويتوبوا إلى الله عز وجل من التصوف. ما يغشك يقول لك التصوف هو الإحسان وهو القلب النظيف، ده كذب. التصوف هو المنهج بتاع الشرك، ده الليلة أتكلم عن التصوف بتاع الليلة، عشان ما تجي تقول لي يا أخي الإمام الفلاني ذاك ما قال أنا صوفي. ابن الجوزي حل المشكلة دي في كلمتين في تلبيس إبليس، كلمتين بس. قال الصوفية اللي قالوا إحنا صوفية زمان أصلا كان تصوفهم كله عبارة عن الزهد وترك الدنيا، وده ذاته عابوا عليهم، انت قال خلوه، لأن تترك الدنيا بالكلية ده ما الزهد ذاته المطلوب. المهم لكن قال ما كان فيه شرك ولا عبادة لغير الله، قال فصار زمانا بعد زمان يختلف وصار يتغير إلى أن دخلت فيهم هذه الأباطيل والاستغاثات بغير الله سبحانه وتعالى. ده الحاصل الليلة من التصوف. فالصوفية أبدا ما يظن أنه بيغيظونا، نحن بنقول الحق ونبقى مارقين، والحق هو اللي بيمكس في الأرض. الله قال كده يا صوفي، ربنا قال فأما الزبد، الزبد هو ده في الطرف ده هنا في النيل، ده الزبد ده جزء منه، فأما الزبد فيذهب جفاء. شوف النيل طلعه برا ولا ما طلعه، وعين المويه هناك جوا نظيفة ولا ما نظيفة، ده المثل كده، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق بيمكث، الحق. شوف ابن تيمية ده حاربه كم صوفي وكم مجرم وكم أشعري وكم ضال ومبتدع، وينهم ذاته؟ ما شاء الله كتب ابن تيمية ملأت جميع المكتبات في الدنيا، حتى عند العرب والعجم، حتى عند الكفار، حتى الصوفية ده ذاته. الواحد داريك شير يقول لك قال ابن تيمية، خلاص الواد قجر يعني، ده من نجمك ذاته، ده نجمك بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.